أنا محمد أخوكي قد بغديكي وبعشيكي، وكانوا عايشين في سبات وفي نبات. كانوا يريدوا بعض بريدة شديدة، ريت الهلا والملك. ملك قطع الأيام والسنين والحال في حال. تحملوا والصباح يمشي يشتغل، وفاطمة تقعد في البيت تنظف البيت وتستناه. يجي يلا محمد يكورك ليها. يا فاطمة السمحة يا أختي، افتحي لي الباب، أنا محمد أخوكي قلبي عشيكي وغديكي. صاحي لسه مالك؟ مالك يا ابني؟ مالك يا مستر قاسي على الولد دكا دي؟ ها؟ شو عليك هنا بالبيت دي؟ ليه بيك تقاسي على الولد دكا دي؟ المفروض ينوم. شفيتك على الخالب يا بنت. يا فاطمة السمحة، أنا محمد أخوك قلب غطيك وعشيك وسهر الليل حقيك. مخنوق، ممكن نطلع شوية؟ بابا لك سؤال. أسعني يا ولدي. أبوك كنت سافر. سافر وين؟ أبوك سافر بعيد. ربنا حباه شان هو بريد شديد. أبوكم كان بريدك أنت وفاطمة ريدة شديدة، لكن أبوي مات يا حبوبة. أبوك مات. أمي وين؟ ما ماتت يا ولدي، يمكن تي عايم في السماء للطيارات دي، يمكن واحدة فيها تجيبها. Mm-hmm.
زي ساقية بالفرحة تدور تنشر جروح تلملمة زي نايب عاصم العذاب نطنا كروان حزين بيغني إحساس الهدى يا بنتي يا فاطمة تعالي شوفي لك قروش الابل ده خليه يمشي يتعشى بيه. من وين؟ من وين كيف يعني؟ ها الولد ده يموت بالجوع يعني ولا شنو؟ ران علي انا هينة ماني زي يعني. قلت لكم ما عندي، اجيب لكم من وين انا؟ اسوي لكم شنو؟ ما عندي اطير؟ انا القراية خليتها عشانكم. امشي يا بنتي على قرايتك، نحن قرايتك ما حاملنك ليها وبتسوينا لا والله ما ناسيني يا بنتي. انا كان عندي قرش كنت مشجرته بيها. ها والقول ده عجباه فاطمة السمحة مشى يا يوم وقعد يفكر قال لي يمسك ليها الباب كو 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 ويغني ليها زي محمد أخوها ما بغني وتبقون تفتح ليه الباب. يا فاطمة السمحة افتحي لي الباب، انا محمد اخوك قلبي غديك والبي عشيك والبي سهل الليل بيحييك. كذاب صوت محمد اخوي، صوت الجرس الرنان، انت صوت الحمار الغبيان. لازم اصلح صوته ده عشان يبقى زي صوت محمد وتجي فاطمة يغني ليها عشان تقوم تفتح له الباب. أسوي شنو يا الساحرة؟ يا أبو فاطمة السمحة أقول خلال تجيتك للفور عجباني. لكن صوتي حاميني. أنا عندي لك الدواء، يا تسمح كلامي يا سحر يطلع. هوا دواء يا وشربو نوقتين توقفتلو. ها
كيف قليل وكيف مقلل وكيف جسم حديثي حديثي عجبه حديثي عجبه خلاص خلاص نمت يا محمد مسكي. عزة لو بتعرف بحبك يا عيونك صمتك حبك الهادي احساسك بي عارف بتتقال في عيونك الموجود لسانك بحسه انا ظلمك معاي هي مشاكلي وهمومي حياة كثيرة حياة كثيرة شديد ما زعلان مني زعلان عليك معقولة الظروف دي كلها ما هتفرقنا نحن نعمل علينا والباقي على ربنا حالتك دي ما لها حالتي لو على الستره مستوره ما تقشي روحك يا فاطمه انت لسه صغيره يا فاطمه وظروف شهيلتك هم حبوك هم أبوك ليه؟ أبوك مات؟ ما في مشكلة أمك سافرت وعرست برا ما مشكلة طيب على الأقل المفروض ترسل لكم قروش كل زول في حاله ما عايزين منا حاجة ما تكابري عليك الله سمعكم 500 جنيه إلا شوية ليش ما واحد كريم بحبك حامي عليك ما فاطمة بتقبل حسنة هيستنى بكرة ودي هدومك والقروش بلا أخلاق شوفي رزقي كويس
متأخرة؟ أكيد جاية. يا ابو وساكت ما همك لدرجه قوم قوم اصحى شوف الكون اتغير كيف شوف الناس بقت كيف ما براكم النجدي كلنا اموال قوم قوم يا ابو أنا الحين لك أنا أصغر من كده أنا أصغر من ده كله أصغر كتير مني Mm-hmm.
عزو، اخيرا ذكرت انه لك اصحاب. لا رسالة. وين؟ ارض الله واسع، بصل مصر بعدين بعرفهم مش وين. قبل ما تسافر عاين للي حواليك، عاين لكل حاجة، احفظ النيل ده قطرة قطرة، شوف المراكب، الصيادين، الدكاكين، ستات الشاي وبتاعين الورنيش ودراويش المولد، قهوة الحبوبات وبنات المدارس، لمة أصحابك على صحن الفول، البوش، الأقاشة، شكلات الشوارع وأيام الأعراس. ده كله ما باكل عيش. كبرت وبقيت راجل، ما مشتاق لي. أنا أمك، أنا أمك يا محمد. ما عرفتني؟ ولدي حبيبي، أمك رجعت أخيرا؟ وجودي زي عدم. وتكره هي؟ ما بحبها وما شغلته. سافر يا عزو، كوي نفسك وارجع. تستنيني؟ استناك. أنا مسافر بكرة. المهم تسافر. أنا عارفة غلطت، عرست وسافرت وخليتكم، لكن أنا أمك ومحمد ما عندي أم، ومحمد أنا أمه. حرام عليك فاطمة،
أيام صعبة، ساعات طويلة يا أمي، طويلة وقاسية. صورتكم ما فارقت عيني، قالك البنزين جواي سم، الموية طعمة بدونكم سم، طعفات ما كله كنت بحسه وما قادرة أتصل، دموع محمد شايفاها وما قادرة أمسحها. يا ريتني لو ما عرسته واتغربت معاه. سكاني المر نبس ضرب سكر متواصل، حرم علي الطلعة والنزلة، حرم علي صوت أولادي. أحي يا أمي أحي. مرحبا بكم من جديد، وطبعا أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مشاهدينا في مشاهدة فيلم هذه السهرة، فيلم ريش الطيور. ويسرنا أن يكون معنا هنا في الاستوديو مخرج الفيلم أمجد أبو العلاء. ما بين تخرجه من جامعة العين في الإمارات العربية المتحدة عام 2003 وحتى اليوم، مسيرة نشيطة من العمل في السينما والتلفزيون والمسرح، دراسة ومتابعة وورشات عمل وتدريب لا ينتهي، والحصيلة أفلام تتتالى من قهوة وبرتقال وعلى رصيف الروح إلى ريش الطيور، ومشاركات وجوائز تحاول أن ترسم معالم الطريق. أمجد أبو العلاء، أهلا ومرحبا بك. أهلا. طبعا مشاهدينا، يسرني أيضا الترحيب بالناقد السينمائي اللبناني محمد رضا، الناقد الذي يبدو دائما أنه يغرد خارج السرب، يطل على القارئ العربي من لوس أنجلوس ناقدا عربيا متميزا في قلب صناعة السينما العالمية.
من كتابة السينما أو من كتاب السينما السنوي إلى الكتابة في الصحف العربية والأجنبية والمشاركة في غير لجنة للنقد والتحكيم يسجل حضوره في عالم النقد والكتابة السينمائية. أيضا الأستاذ محمد رضا أهلا ومرحبا بك في برنامجنا. إذن مشاهدينا طبعا حول فيلم هذه السهرة سيكون لنا الحوار القادم مع ضيوفي هنا فأرجو أن تبقوا. مرحبا، نبدأ هذا الحوار حول فيلم سوداني ريش الطيور مع ضيوف الاستوديو مخرج الفيلم أمجد أبو العلاء والناقد السينمائي محمد رضا. أتوجه بالسؤال بداية إلى مخرج الفيلم أمجد أبو العلاء. أستاذ أمجد، كيف ولدت فكرة الفيلم؟ يعني لو تأخذنا معك إلى كواليس تحقيق هذا الفيلم، تتحدث عن قصة تحقيق الفيلم. ريش الطيور كان بالنسبة لي في البداية هو يعني مشروع أني أدخل في جو سينما سودانية. نعم. بعد عدة مشاريع كان ما لها علاقة بالأجواء السودانية القريبة إلى قلبي، يعني كان من الأفلام اللي قبلها فيلم قهوة برتقال، كان فيلم على رصيف الروح أو سقوط على طرقات، كان كل أفلام بعيدة شوية عن الهوية، يعني حتى أنا بحكم ان انا عايش برا السودان وكده. نعم. فكان شويه كده الهويه بالنسبه لي مفقوده، حاسس انها موجوده بس ما اعرف وين. فريش الطيور كان محاوله انتقاله، محاوله عوده الى الاصل. نعم. فولدت الفكره من خلال زياره للسودان، ومن خلال يعني يمكن هذا ما بعرف اذا بتعرف الموضوع، بس هي قصه حقيقيه بعض الشيء. كان قصة يعني شخصية فاطمة اللي هي تدور حولها كل الأحداث. شخصية فاطمة موجودة بشكل عام وموجودة بشكل خاص في القارة اللي احنا ساكنين فيها في طوم. وجدتها كانت صديقة لأختي، يعني صديقة لأختي، بس صديقة النوع البعيد جدا، النوع المنزوي المنطوي. كنت دائما أسأل أختي يعني إنه ليش يعني شوفي. فكانت الفكرة من وراء فاطمة انه تكتب السيناريو في خلال وجودي في السودان واشتغلت الفيلم. طب الى اي حد، بما انك ذكرت بانها يعني هي تشابه قصة واقعية، الى اي حد انت قاربت في القصة او في السيناريو من القصة فعلا الحقيقية؟ الى حد كبير، ولكن تداخل مع قصة فاطمة الحقيقية قصتي انا. رغباتي الخاصة، شوقي للسودان. يمكن تداخل اكثر من قصه فاطمه، يعني اقدر اقول لك فاطمه اللي في الحقيقه انا استنبطت منها القصه. ولكن التناول والسرد لا، هو كان لا شعوريا. انسان مشتاق للسودان، قاعد امشي السودان كله 4 سنين سنه. وامشي اقعد لي شهرين واجي راجع. سو كان الموضوع بالنسبه لي انه انا نفسي في ايه في السودان. نعم. انا يعني اللي مزعلني. يمكن ان نسميه ربما تعبير عن الحنين الى بلدك. هو تعبير عن الحنين 100% يعني. فعلا يعني كانوا عباره عن حنين. نعم. اتوجه بالسؤال الى ضيفي الناقد السينمائي محمد رضا. استاذ محمد، بالبدايه ما هو مفهومك العام عن السينما المختلفه؟ هذا من جهه، ومن جهه اخرى الى اي درجه تعتبر ان ريش الطيور ينتمي فعلا الى سياق السينما المختلفه؟ في مطلع الستينات والسبعينات انتشر نوع من السينما العربية المختلفة وسمي آنذاك بالسينما البديلة. تعبير السينما المختلفة أعتقد أنه أفضل وأهم من السينما البديلة، لأن السينما البديلة لماذا؟ لأي؟ ما هو السائد؟ هل هي بديلة للسائد؟ هل تستطيع أن تكون بديلة للسائد؟ بينما السينما المختلفة لا يوجد بالقطع ضرورة للتساؤل حولها، مختلفة عن السائد بشكل طبيعي. التعريف أيضا يحمل في مضمونه الاختلاف إلى أي درجة وعن أي سينما بالحقيقة. مثلا لا تأخذ السينما السورية إلى حد كمثل. السينما السورية معروفة جدا بأنه هي سينما جادة، فهل من الممكن استنباط او ابتكار او تقديم
سينما مختلفة عن ما هو اوريدي هناك. بس بالنسبة للسينما السودانية بما أنه ما في صناعة شأن في ذلك شأن العديد من الدول الأخرى العربية فهي مختلفة عن شو يمكن بالسودان فيها الفرصة هاي أنه تكون مختلفة عن عما سبق، ولكن ما سبق لم يكن بأجمله سيء، فتختلف الكلمة من مكان إلى آخر حسب وجود السينما التي تريد أن تختلف عنها أو عدم وجود تلك السينما أحيانا. هذا بالنسبة للشق الأول. فيما يتعلق بفيلمنا لهذه السهرة، فيلم ريش الطيور، كما ذكرت يعني إلى أي حد ينتمي إلى سياق السينما المختلفة؟ ينتمي أعتقد إلى حد كبير. الأفلام التي شاهدتها من السينما السودانية للأسف قسم كبير منها كان محاولة سرد قصة، محاولة تصوير عالم، ولكن هذا التصوير أو التصور إذا أردت كان ينتمي إلى لغة أدبية أو لغة شعرية أو لغة إلى آخره، إنما ليس إلى لغة السينما. هذا أمر تصاب به السينمات المبتدئة عموما، بأنه شو نحن كعرب عموما علاقتنا بالكلمة أهم من علاقتنا بالصورة. فبالتالي كثير من المخرجين الجدد بيهتموا أنه بالكلمة أساسا، بيهتموا أنه يكون فيلمهم شعري أو يصور لقطات بعيدة للصحراء مثلا أو لقطات بعيدة لبحر ويستخلصوا من الأجواء. هذا أن عم بفكروا أدبيا. بما أنك ذكرت أنه ربما الأفلام السودانية التي شاهدتها سابقا كانت أفلام مبتدئة، يعني هل يمكن أن نعتبر بناء على هذا الكلام أن فيلم ريش الطيور هو ربما يعني مرحلة نضج في السينما السودانية كسينما كلياتها؟ يعني حتى أقول أنه مرحلة نضج لازم يكون النضج ما بيجي عن فيلم واحد بس. يعني يمكن فيلمه هو مختلف، وهو بالتأكيد مختلف لأن فيلم ناضج، بس هذا لا يعني أنه بنضجه نضجت السينما السودانية، لأن بده أكثر من فيلم وأكثر من حالة. في نضج ثقافي لازم يكون شامل وموجود، نضج بتوزيع الأفلام داخل وخارج السودان بحيث أنه العملية تأتي بثمارها وتكون متابعة، موجود متابعة، العجل لازم تدور. مع دوران العجل ساعتها فينا نقول نضجت أو بقيت على حالها. ولكن فيلم واحد مهما كان جيد، وفيلمه لأمجد فعلا فيلم جيد، ما بيؤدي للنضج بحد ذاته. نعم. لوحده. أستاذ أمجد، لاحظنا خلال أو من خلال متابعتنا للفيلم أنك اعتمدت على الكاميرا المحمولة، اعتمدت مثلا على الإضاءة الطبيعية، لم يكن هناك ديكورات يعني مخصصة لتصوير الفيلم، لم يكن هناك أزياء. هل يقف وراء هذا الشيء أسباب إنتاجية، أم أنك ربما طبيعة الفيلم اقتضت منك ذلك؟ هذا السؤال حيقودني لعودة قليلة للكلام أستاذ محمد رضا عن الاختلاف. قد يكون أسلوبي بشكل مختلف في الأفلام السابقة، حتى المكنة السودانية هي شوي كمان محاولة تمرد، هو زي ما قال أستاذ محمد. اختلاف عن ماذا؟ أختلف عن ماذا؟ فأنا كان بالنسبة لي أسلوب الكاميرا المتحركة التي تتبع الممثل بشكل أقرب للوثائقية، رغم أن أنا أتكلم في خط درامي كامل، بس دائما كان يشغلني، يعني يشغلني موضوع هاي السينما المتحركة. في النقطة اللي هي الذاتية هاي شوية. طبعا يعني لو دخلنا في موضوع المأساة الإنتاجية مش هنخلص. فهي طبعا أكيد لها علاقة كبيرة بالموضوع، إنه الفيلم هو بإنتاج ذاتي بحت. يعني أنا صارف على الفيلم نص ميزانيته، والنصف الآخر أمي أماني محمود، وخالتي إلهام محمود، وعمي عمر حمد، وأبوي أبو العلا حمد، هذول هم اللي صرفوا على الفيلم. نعم. حتى يمكن خلال أنا
البحث يعني اللي عملته عن الفيلم لاحظت انه في حديث كان عن انه حتى الممثلين لم يتقاضوا اي اجر في هذا الفيلم. فعلا مش الممثلين فقط، لا الممثلين ولا بعض الفنيين، يعني هو تستمر في فنيين كثير في الفيلم. والى اي درجه يعني يمكن ان هذا شيء يعني ينطبق على الافلام الاخرى من لو صنفناها ايضا سينما مختلفه، هل يمكن هذا الشيء ان يطبق في كل الافلام؟ هو شوف يعني هو كان في تفاهم من الاخرين لهذا المجنون اللي جاي يعمل فيلم في السودان، كمون يعني شو جاي تعمل في السودان. ف بس انا كنت مؤمن بالمشروع، ويمكن السيناريو نقل هذا الايمان للاخرين للممثلين بالتحديد. فايزه عمسيب يعني سيده رائعه جدا، اول ما قرات السيناريو وانا طول عمري بسمع عن فايزه عمسيب واشوفها في التلفزيون، بس بالنسبه لي نفس الشيء كبير يعني نفسها اشوفه يعني. فلما قرات السيناريو قالت لي جمله انا فعلا ما اقدر انساها، قالت لي لا يشبه، ولكن انا من عرق البلح، من فيلم عرق البلح ظن الكاشف ما وصلني السيناريو، حسيت انا من يعني مسترسله في قراءته. فقلت لها انا يشرفني، فهل مستعده تشتغل معي؟ كانت من اول الناس اللي وافقوا، بالاضافه طبعا للاستاذه هالة اغا طبعا نجمه السودان، وانا سعيد انه هالة تشتغل معي حتى لو كانت 5 دقائق في الفيلم فقط، بس كانت بالنسبه لي مميزه المشاركه. استاذ محمد يعني حول نفس النقطه التي كنا نتحدث عنها، موضوع ان الاستاذ امجد خلال تنفيذ الفيلم يعني لم او اعتمد على الكاميرا المحموله والاعتماد على الاضاءه الطبيعيه وعدم وجود ديكورات وازياء، انت برايك الى اي درجه يعني يمكن ان يخدم هذا بنيه الفيلم وحتى اتجاهه الفني ومقولته؟ انا عموما بخاف من الكاميرا المتحركه والتصوير الديجيتال والسينما القائمة على ما يسمى باللا تاسيس التقني. يعني انا بحب الكاميرا المشغوله بشكل متأني. بحب شو مخاوف استخدام الكاميرا المحموله؟ لان هلا كان جاي بالموضوع، لان اذا كان الشباب الطالع جديد اللي عم يسوي افلام سينما ما عنده فرصه يتدرب ويتعلم على الكاميرا الصح، الكاميرا اللي 35 ملم بدل الديجيتال، واستسهل الطريق وعمل ديجيتال، امتى حيقدر يوصل للمستوى او للدرجه يلي ممكن فعلا يكون عنده كل الانتاج صح والتمويل؟ دي بالكلاسيك اذا بدك. انا ما عم بقول انه الكلاسيك اهم من السينما الشابيه اللي محموله على الكتف او على الديجيتال، بس اذا ما عندهم خبره امجد فالشباب النتيجه حتكون انه كل واحد حياخذ كاميرا. هلا بهالايام هذه بهالتليفون هذا بيصور لك بقول لك انا مخرج بالضبط. فانا هذا اللي بخاف منه، انه استسهال العمليه، سواء اذا كنا عم نحكي عن الكاميرا المحموله ولا كنا عم نحكي عن الكاميرا الديجيتال، استسهال العمليه بيؤدي الى استسهال الاخراج. هذا مره اخرى ما بيصير مع مخرج تدرب اكثر وعينه صحيحه وفي ثراء بالصوره وعارف ليش. مثلا شفنا نحن قبل شوي مشهد هون لما البنت واقفه على ما يبدو كانه قفص اللي هو مقابر القرى، مقابر يعني. في قفص حواليها او بالاحرى حاجز حديد والكاميرا بتلف هيك لف كثير حلوه. ما كل واحد، ما تتوقع انه كل واحد بيقدر يعملها بنفس الطريقه وما تسالي انت ساعتها ليش عملها. هذه بتنعمل عند مخرج عنده التصميم والتصور، صمم اللقطه بباله وعرف مسبقا اذا حتنجح معه ولا لا.
أستاذ أمجد، يعني في سياق السينما السودانية تحديدا، إذا نظرنا إلى ريش الطيور يبدو أنه فيلم مختلف عن كل الأفلام السودانية بشكل ما. هو فيلم مختلف حتى يعني على صعيد بناء الحكاية، سواء من ناحية السرد أو حتى من ناحية التصوير. وطبعا لا ننسى أيضا اعتمادك على ممثلين محترفين وحتى ممثلين هواة يعني لأول مرة يظهروا ربما أمام كاميرا. هل كان هذا الشيء يعني عن قصد، أو ربما يمكن القول هنا أنك حاولت من خلال هذا الفيلم أن تحدد أو تبحث عن هويتك السينمائية بعيدا عن سياق السينما السوداني؟ هو جزء كبير من المطروح صحيح. يعني أنا فعلا قاعد أحاول أبحث عن شخصيتي الخاصة يعني المستقلة، بس لا يمنع أنه أنا مثلا من عشاق الفيلم السوداني بركة الشيخ للأستاذ جاد الله جبار، ونفسي أقابل هالإنسان جاد الله جبار. يعني فعلا أنا معجب بهالسينما. فيلم إنسان، فيلم قصير كان من فترة من تقريبا بداية التسعينات. أنا معجب جدا يعني بما شاهدت من السينما السودانية وأفلام عرس الزين لخالد الصديق وتاجوج، بس ما أقدر أقول لك إنه هو محاولة اختلاف عن السينما السودانية. هي محاولة اختلاف عن نفسي، يعني بحاول أقدم شيء. أنا فعلا أحس إن أنا مقدم شيء، أنا قاعد أتجدد من فيلم لآخر. موضوع استخدام ممثلين هو مع محترفين كنت كمان ليها علاقة بالتجربة الشخصية. أنا عايز أشوف نفسي لما أشتغل مع فايز عم سيب وهالعرب، وفي نفس العمل أشتغل مع نرمين عمر ومع الشرفي ومحمود أبو العيرة، كيف ممكن يكون طبيعة الشغل معهم. اللي حاصل إنه المحترفين ما تعبوني أبدا، بالعكس أنا كنت متخوف منهم إنه عارفة يعني نجوم في الآخر، بس أنا كنت مبسوط جدا بالسلاسة في إنه أنا قاعد أحاول أقدم خط جديد شوي في طريقة تحريك الممثل أو كذا. فكنت خايف ما يتقبلوه على حسب السائد في السودان، بس أنا بالعكس لقيت تقبل كامل من الأخوان كلهم. وبالنسبة للهواء أنا كان بالنسبة لي متعة، أنا استمتعت فعلا، استمتعت بهؤلاء المختلفين. وأنا أتحدث عن الاختلاف، اشتغلت معهم تقريبا ووركشوب لمدة شهرين. وفي هالوركشوب كان عبارة عن تلقين التلقائية، إذا صح التعبير أستاذ، يعني تلقين التلقائية إنه تعبير حلو عن جد. يعني أنا بس كنت حابب منهم بس كيف تكونوا تلقائيين، تمسكوا الورق جيبوا الورق، بلاش تقرموا الورق بليز، يعني حاولوا عيشوا الحالة. فكان هم حابين الموضوع، فكانوا متفاعلين جدا معاي في التصوير. أنا ما حسيت إن أنا مثلا مضطر أعيد كم من مرة لأن هم مش جايبين لي الحالة اللي أنا عايزها، لا لا بالعكس. إذن إلى أي درجة أنت راضي عن هذه التجربة باعتبارها تمثل لك تحدي؟ يعني من ناحية التمثيل إحنا خلينا نتحدث بالتحديد، أنا بشكل عام عن الفيلم كله أنا معجب بالفيلم. أنا معجب بالفيلم لأنه زي ما قلت لك لما أشوف الفيلم بشوف يعني السودان. أنا يعني عادة مثلا بقول ما حدا بقول عن زيت وعيش. بالضبط. أنا معجب بالفيلم، مش هقول لك لا ومش لا، يعني مش حاسس إنه هو الخطوة الكبيرة. بس أنا يعني حاسس، قلت لك لما أشوف الفيلم ما قاعد أنظر له كفيلم، أنا قاعد أنظر له إلى قاعد أنظر للسودان اللي داخلي، قاعد أحاول أشوفه في هذا الشريط. وما اعرف يعني انا بالعكس اتمنى اسمع راي استاذ محمد رضا في الموضوع، لانه طبعا بس استاذ محمد رضا انا ما قلت هو من الناس اللي دعموني في بدايات كثير. يعني لسه انا كتاب السينما مكتوب فيه الى صديق السينمائي الواعد، فكل ما اقراها من ناقد سينمائي كبير زي استاذ محمد رضا بحس انه طب انا شو المفروض اعمل في الخطوه الجايه، شو المفروض اعمل في الفيلم القادم ان شاء الله. أستاذ محمد، أيضا حول نفس الموضوع، يعني برأيك هل وفق فعلا أستاذ أمجد في بناء الحكاية وسردها بالشكل الذي تابعناه خلال الفيلم؟ يعني من وجهة نظرك كناقد أين أصاب وأين أخطأ؟ بالنسبة للفيلم كشكل عام كفيلم بكامله من أوله لآخره، استمتعت أنا بمشاهدته لأنه كان عم يحمل تربية سودانية. بتصدق أنه الأحداث هاي ممكن تصير بالسودان، بتصدق أنه طريقة القرية هي سودانية، من مثلا استغلال الملامح اللي بالقرية عموما، لا في اشتراك. حكينا قبل شوي عن الكاميرا المتحركة، وظيفتها هون بالفيلم أنه عم تشارك عين المتفرج بأنه تقدمه لهذه الشخصيات هاي.
لما بواحد عم بياكل لقطه قريبه على التم عم بياكل. في كثير لقطات عند الاستاذ امجد هي عباره عن التقاط مفردات صغيره وتفاصيل صغيره والتركيز عليها لثواني بسيطه. لو ركز عليها لثواني اطول لكان فشلت، انما لان ثواني بسيطه ومحدوده، قدم، ايد، تم، الى اخره. فهذا موظف، هذا بخليني فكر واقتنع. ما بعرف اذا انت بتقول لي انا صح ولا انا غلط. بفكر واقتنع بانه كان رسم سياسة الفيلم وعارف الهدف الفني من وراء الفني بمعنى التقني على الأقل، مصممه ورسمه وعارف سياسة كل ودور كل عنصر فيه. بنوصل للتمثيل. التمثيل أنا بالنسبة لي، لأن للأسف ما بعرف الممثلين المحترفين معرفة جيدة، فما كنت عارف أي واحد محترف أي واحد غير محترف، وهذا كمان دلالة نجاح. الشغلة الوحيدة اللي لقيتها انه قلت يا ريت هيدي بلاها، بس كمان يعني اذا بيعطيني وجهة نظر ممكن يقنعني فيها، هي انه في حكاية الام دخلت على الخط شوي مأخر وشوي اطول مما يجب، لان كنا سمعنا منها، فلم عندي انا لم تضف الى ما سمعناه كثير، واهتميت انا ب المسألة الطفل وبعدين البنت وصديقها اللي بتحبه، تطلعاتها انه تتحرر. التحرر من او الانعتاق بالاحرى من الوضع الذي نراه، يعني الانطلاق والتحرر من تقاليد معينه، من عدم وجود فرص بالقريه. يمكن لو بفيلم جاي اخذ هالشخصيه هاي ونقلها للمدينه، يمكن كمان رح يلاقي انه لا يزال هناك الكثير من دواعي الانعتاق. فهذا اللي بيخليني انه اشعر انه الفيلم فعلا اساسا من ايد خبيره منا جديده، وانا شفت الافلام الاولانيه. هذا افضل بالنسبه للممثلين كاداره، افضل بكثير. ومن ناحيه ثانيه عجبني جو الفيلم، عجبني مشاركته، كيف صمم المشاهد وخلينا ندخل البيوت منك مش كغريب. احيانا مخرجين كثير بيدخلوا البيت وبتحس انه غريب، بعضه غريب ما له علاقه، مثل يلي مثلا منه معود على الجديده، لعبه فيديو جديده ما له منه هون، اخذها بس مستغلها تصويرا. وهذا اللي خلاني اعجب بالفيلم. استاذ امجد، الاستاذ محمد ذكر مساله اداره الممثلين في الفيلم، يعني ما بين الممثلين المحترفين مثل الفنانه الكبيره فايزه عمسيب والفنانه هاله اغا، وممثلين هو مثل الطفل محمد أبو. وطلع الايام والسنين والحال في حال. لو بتعرف أحبك يا سوس، عيونك، صمتك، حبك الهادي، إحساسك بي، ده كله مبكل. إيش كل زول في حاله. أمك رجعت أخيرا؟ وجودي زي عدم. وتكره هي؟ ما بحبها وما شغلتك. أنا عارفة غلطتك محمد. أنا أمه سكاني المر، نبس، ضرب، سكر متواصل. مشاهدينا في المحطة الأخيرة من حوار في السينما مختلفة مع المخرج السوداني أمجد أبو العلاء والناقد السينمائي الأستاذ محمد رضا. أستاذ أمجد، يعني هذا الفيلم هو من إنتاج مستقل، فكيف تنظر إلى مفهوم السينما المستقلة وخاصة يعني في حالة عالمنا العربي؟ في الاستقلالية فوائد، في الاستقلالية استقلالية، إنه
أنا مستقل بآراء غير محكوم برأي المنتج من ناحية أعمل ده أو ما تعمل ده، بس في الآخر صعبة شوية الحركة، يعني صعبة التحرك. لو مذكر في أول الحوار أستاذ محمد كان بيتكلم عن السينما، لو استخدام الديجيتال في السينما، أو أنا بس حاب أقول إن أنا مش عاشق لاستخدام الديجيتال، يعني مش قاعد براهن على إنه أنا حعمل ديجيتال وخطير، لا 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 أبدا، أنا مضطر لاستخدام الديجيتال عشان في غياب المادة، غياب الإنتاج. فأنا أتمنى أنزل في الشارع السوداني بفيلم سوداني مع إنتاج صحيح من خلال كاست فني صحيح، وأنزل أشتغل السينما 35 بحيث إنه يسهل أمور أخرى. كمان برضو بدي كمان السؤال برجعني للسؤال اللي كنا نتكلم عن العرض الجماهيري. في حالة أنا عندي إنتاج أنا حقدر أعرض جماهيريا في السودان وخارج السودان، بس في هذا الحال أنا مقيد، أنا مربوط بعدة مهرجانات وبعدين مربوط بعرض تلفزيوني إذا صح أن يكون هناك عرض تلفزيوني للسينما المختلفة. يعني أستاذ محمد، طبعا نفس النقطة، كيف تنظر إلى مفهوم السينما المستقلة في العالم العربي، وأيضا ما هي ملامحها في المستقبل يعني عربيا طبعا، خصوصا وأنك ناقد محترف وأنت تقيم في لوس أنجلوس حيث قلب صناعة السينما العالمية؟ بالأخير المفتاح لكل الأمور هاي هو الجمهور. السينما العربية المستقلة على درجات، ممكن جدا تسمية كل الأفلام الجادة إلى حد كبير، مش كلها بشكل قاطع يعني، إنما إلى حد كبير بأنه هي مستقلة. الدوافع الذاتية تماما، ما كان في خطة كاملة، لأن والسبب انه ما في خطة كاملة انه ما في مين يأمن هالخطة الكاملة هذه، كان في المخرج المستعد والمؤمن بطياره وبخطه وباستقلاليته. الهم واحد بالأخير، في عندك نوعين من السينما ولا ثالث، النوع المستقل والجدي والبديلي والمختلف إلى آخره، والنوع السائد. اثنيناتهم بينطلقوا من نفس الأهداف وإلى نفس الأهداف ويصلوا إلى نتائج مختلفة. الحقيقة من نفس النقطة سأتوجه بالسؤال إلى الأستاذ أمجد، يعني إلى أي درجة تشعر أنك معني فعلا برفض شروط الإنتاج السائدة أو تحت إرادة السوق والمنتجين؟ إلى درجة كبيرة جدا. درجة كبيرة يعني، خاصة وأنا بتوجه في هذه المرحلة القادمة إن شاء الله إلى جمهور السودان. أنا حاسس إن هو جمهور لسه نقي، فأنا كونه أدخله وأنا أصلاً اللي قاعد أحاول مع آخرين أكيد إنه نقود حملة سينما في السودان، ما أتوقع إن أنا مستعد أبدأ هذه الحملة بتنافسنا إحنا. فعشان يكون أول نتائج هذه السينما إن شاء الله يعني المستقبلية في السودان تكون نظيفة، بس لا يمنع إنه أتمنى يكون في السودان صالات عرض ويكون في وجود للسينما مستقلة أو السينما غير مستقلة، لا ضير. يعني زي ما قال محمد رضا، مش موضوع إنه الفيلم يكون خلاص الجمهور غير ملوث لأنه ما في صالات، لا خليه يكون في صالات بعدين نشوف صالة عرض الملوث وصالة عرض النقي. على الأقل أستاذ محمد، من خلال متابعتك لتجارب السينما العربية والعالمية، برأيك ما هي الحلول للخروج من ما نسميه أزمة في السينما العربية؟ الحل الأول والأساسي أنه إيمان بعض المنجين والممولين بأنه لابد أن يكون هناك هدف في هذه الحياة. إذا لم يكن هذا الإيمان موجوداً
مش حيعمل اي شيء الا انه حيحاول يكسب فلوس اكثر. ساعتها السينما مثل صنع القهوه مثل صنع اي ماده اخرى مرتبطه بالطلب الجماهيري. انا برايي انه كل واحد في هذه الدنيا على هذه الارض عنده رساله لازم يؤديها. واذا كان المنتج هذا او الموزع هذا منه شاعر باهميه وجوده انه يستغل الفرصه بشان يعمل افلام تجارية بس الى جانب اعمل لك مستقل. فيلم واحد بالسنه يكون مختلف. نعم ما بده يعمل لانه ما عنده هدف اعلى من هدف المادي العلاقه بينه وبين البنك. بس لو كان عنده هدف وجداني، هدف روحي، هدف ايمان بالمجتمع، هدف ثقافي، لكان عمل افلام مختلفه وعمل افلام تجيب له تورد له فلوس وبنفس الوقت تورد له قدره على افاده الاخرين والاستفاده ماديا ومعنويا ولعب الدور يلي هي رسالته بهالحياه هذا. فاختصارا من دون وجود هذا المنتج ومن دون وجود هذا الايمان عند المنتج الحلول الباقيه كلها جزئيه. حيحارب المخرج المستقل كثيرا الى ان يصل وما في اي ضمان انه حيصل للاسف. حتى تكون واضح وما في اي نوع من الرسم الوردي للموضوع بهالعالم هذا اللي نحن فيه بهالتيارات السياسيه والاجتماعيه المتضاربه بعزوف الناس عن الايمان بقضايا تخدم الانسان الاخر بالانانيه الموجوده بالخوف من الاخر والى اخره بهالامراض هي كلياتها كيف بده يكون في امل؟ طب بما اننا نتحدث استاذ امجد عن السبيل للخروج من مشكلات السينما العربيه، هل ترى ان الافلام قليله التكاليف ربما يمكن ان تشكل حلا مناسبا؟ تشكل حلا مناسبا. يعني انا قابلت عده شباب من طلاب ما في السينما في السودان بس هم طلاب الاعلام وحسيت عندهم طموحات سينمائيه يعني. فانا قلت لهم يعني باختصار انتوا يعني ما عندكم امل في السينما في مستنين انتاج يجي، ما حيجيكم انتاج بسهوله ابدا خاصه جوا السودان. يعني حتى في الدول الغنيه زي الخليج بنعاني الامرين في الانتاج والخليجيين نفسهم يعني. سو حاولوا اشتغلوا زي ما احنا اشتغلنا، ما هو فيلم بشتور كله على بعضه مش عايز اقول كلفني كم بس ما كلفني كثيرا يعني. في الاخر هي في السيناريو في اشياء كثيره. لا ما بقول انه الماده مش مهمه، لسه تكلمنا عن الماده مهمه، بس انه في حاله عدم وجودها لا يكون هناك سينما؟ لا، انا افضل انه يكون موجود سينما مع ماده قليله لحد ما الناس تامن فيك وتلقى ان شاء الله انتاج وسيله للوصول. نعم وطبعا بس انا كمان حرام اطالب الشباب وما اطالب الجهات الاخرى يعني. انا متوقع انه لو الحكومه ان شاء الله يعني نظرت للموضوع بشكل مختلف وحست انه امنت، هي موضوع ايمان انه ممكن في يوم من الايام هذا السودان يصنع هذه السينما. شركات الخاصة، جهات الثقافية، كثير يعني من الجهات يمكن أن تساهم ولو بقليل ولو بمشاركة في عمل واحد في السنة. طبعا بهذا الحديث عن الحلول للخروج من مشاكل السينما العربية يعني ربما هي نظرة تفاؤلية لمستقبل نتمنى أن يكون قريب ويحمل الكثير من التغيير وربما سبل الوصول السينما المختلفة إلى الجمهور يعني العريض. طبعا بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. الأستاذ المخرج أمجد أبو العلاء مخرج فيلم هذه السهرة ريش طيور، شكرا جزيلا لك. والأستاذ الناقد السينمائي محمد رضا أيضا شكرا جزيلا لك. وبدوري أتوجه بالشكر كل الشكر لمشاهدينا الكرام الذين رافقونا في هذه الحلقة، وشكر أيضا لفريق البرنامج. طبعا لقاؤنا يتجدد في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة، فدمتم بألف خير وإلى اللقاء.